في اتصالات؟ طيب أقل نقاطا في هذه المسابقة واللعبة والأكثر نقاطا اللي يستحقها ويرجعها هو تبون الأكثر نقاط ولا أقل نقاط؟ سعود سعود أنا متفهم المشاعر حاليا قد تكون مشاعر صعبة لأن الخروج في ثالث برايم ولسه عندنا 10 برايمات ولسه المنافسة في بدايتها والانتقال للمراكز الأولى وأكيد كل شخص فيكم ما دخل البرنامج إلا عنده طموح إنه يوصل المركز الأول ولا لا يدخل البرنامج وهذا الجميع هدفه وتفكيره وأتمنى التوفيق للجميع لكن هذه المسابقة نهايتها اللعبة لازم يطلعون اثنين الليلة طيب اللي راح يودعنا شخصين ونقول له مع السلامة وإلى اللقاء ونلتقي إن شاء الله في نهاية البرنامج وتكمل المسيرة هذه اللعبة والمنافسة إلى اللقاء وداعا ستبدع وأنا عندي إيمان تام أنك أنت حتكمل المسيرة بقوة وحيكون لك اسم وراح تكتب اسمك من صخر بإذن الله تعالى إلى اللقاء حبيبنا شقران ونواف لا يا صاحبي والله